بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج جواهر العلماء، نأخذ الجواهر ونأخذ الدرر ونأخذ الكنوز من أفواه العلماء، فابقوا معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد دائما بين نعمة يحتاج إلى شكر، وبين ذنب يحتاج إلى استغفار. هذا الكلام العظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين فيه حقيقة أن الإنسان في هذه الحياة بين نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى، وذنب يحتاج إلى استغفار. نتطرق للأمر الأول. أولاً، على الإنسان أن ينظر إلى النعم التي يعيش فيها ويرفل فيها. نعم كثيرة لا يستطيع الإنسان حصرها: نعمة الأمن والأمان، نعمة الطعام والشراب، نعمة البلد، نعمة الصحبة، نعمة الجار، نعم كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم كثيرة، وهذه النعم التي نحن فيها لا شك ولا ريب أن الإنسان يحتاج إلى دوامها، ويحتاج إلى استقرارها، ويحتاج أن تبقى هذه النعم ولا تزول. ولكن السؤال: كيف نحافظ على هذه النعم التي في الليل والنهار ننعم فيها؟ هذه النعم بالشكر تدوم، بالشكر تدوم النعم. يقول الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النغم. فالإنسان إذا حافظ على هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى المستمر الدائم، فإن هذه النعمة تدوم وتزيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كفرنا هذه النعمة ولم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فإن هذا الأمر ينذر بزوال هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى أثبت عند شكرنا لهذه النعمة فإنها تزيد بإذن الله تبارك وتعالى. وانظر إلى كثير من البلاد لما كفروا بنعمة الله ولم يؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ذهبت وزالت وانتهت هذه النعم لأنهم لم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. يقول الله عز وجل: ذاكرا حال أهل سبأ الذين كانوا يعيشون في نعم كثيرة، أنهار وبساتين وأشجار وثمار، لكنهم لم يشكروا الرحمن على هذه النعم الكثيرة الغزيرة، فماذا كانت نهايتهم؟ يقول الله جل في علاه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن قال الله سبحانه وتعالى: فأعرضوا
أعرضوا عن هذا الشكر، أعرضوا عن هذا الاعتراف بهذه النعمة، أعرضوا، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى بدل هذه النعم إلى انتهاء هذه النعمة ويعني محلال هذه النعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بسبب المعاصي والذنوب وكفران النعمة ذهبت هذه النعم. فاصل ونعود معكم، فابقوا معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد دائما بين نعمة يحتاج إلى شكر، وبين ذنب يحتاج إلى استغفار. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: والعبد دائما بين نعمة يحتاج إلى شكر، وذنب يحتاج إلى استغفار. من منا لم يخطئ ولم يقصر ولم يذنب ولم يفرط؟ من الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط؟ تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ الذنوب نغوص فيها وذنوبنا كثيرة وتقصيرنا أكثر. من منا لم يقصر ويفرط؟ لكن على العبد دائما يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول: ذنب يحتاج إلى استغفار. الذنب لا بد من وقوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالذنب لا بد من حصوله ووقوعه، والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله سبحانه وتعالى يقول. لكن عند وقوع الذنب والخطأ والتقصير علينا العودة إلى ربنا سبحانه وتعالى، أن نرجع وأن نستغفر حتى تتبدل هذه السيئات إلى حسنات. الله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تذكر الله، تستغفر، ولا تصر على الذنب والمعصية، لأن الإصرار على الذنب والمعصية يجعل ذلك الذنب عظيما ويجعله كبيرا. يقول أهل العلم: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالكبيرة مع الاستغفار تذهب، والصغيرة مع الإصرار تعظم وتصبح كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك على العبد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى يغفر الله له. جاء في الحديث أن عبد أذنب ذنبا فقال: يا رب إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إني قد غفرت لعبدي. فيذنب العبد مرة ثانية فيقول: يا رب إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إني قد غفرت لعبدي. ثم الثالثة يذنب فيقول: يا ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إني قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل عبدي ما شاء، ما دام العبد يستغفر ويتوب، كما قال الله سبحانه وتعالى:
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن إذا أردت أن يقبل الله تعالى توبتك ويغفر الله سبحانه وتعالى خطيئتك فعليك بهذه الأمور: أولا أن تندم على ما فعلت، الثاني أن تعزم على ألا تعود، الثالث الندم، والرابع إذا كانت هناك مظالم أخذتها من العباد لا بد من إرجاعها. ففي هذه الحال تقبل توبتك بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.